صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا في قصة أصحاب الكهف قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هل يدل ذلك على تحريم التشبه بالنصارى؟ ما في شك. والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لما جاء على باب الغلو في قبور الصالحين ذكر هذه الآية، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ليستدل بها على أن بناء المساجد على القبور أنه من سنة الكفار القدامى، لا يجوز بناء البناء على القبور لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم.